هنتكلم النهارده عن توبيك الى حد ما جديد يعني، واحنا قدرنا نحطه ان براكتس في الشغل بشكل عملي، وهو سرع الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها بشكل كبير جدا، ووفر علينا وقت كان بيضيع. انا هتكلم عن اللاي اوت والانترناشوناليزيشن. احنا ماركت بيتحدث باللغه الاساسيه هي اللغه العربيه اللي هي بتتكتب من اليمين للشمال. يمكن الجروث في الجزء ده ما حصلش بشكل كبير قوي، لان احنا للاسف مش مصدرين للتكنولوجيا، احنا مستهلكين بس. ف احنا يعني بسبب ان احنا كونسيومرز، حاجه زي كده قعدت مثلا 15 سنه ما حدش عمل فيها اي امبروفمنتس الا لغايه الوقت القريب، يعني الفتره اللي احنا فيها دي. انا اسمي احمد الالفي، انا كتبت اول دوكيمنت اتش تي ام ال تقريبا من 20 سنه، كان على ابلكيشن اسمه سكيب كومبوزر. بشتغل فرونت اند ديفلوبر والديفلوبمنت هيد في شركه اسمها روباستا. انا بحب جدا الاكسسبيليتي واللوب ستاندردز، وانا في مصر بمودريت الجروب الخاصه بفيسبوك. ممكن اتكلم عنها، اقول ان هي حاجه معموله عشان تفوستر الكوميونتي انيشيتيفز. فلو في ناس كانت بتسالنا انتوا ليه مش بتعملوا ميت ابس للباك اند، او ما بتعملوش حاجه كل حاجه فرونت اند، دول الناس اللي انا اعرفهم واللي بعرف اقول لهم تعالوا نتكلم وكده. فلو في اي حد انترستد في اي حاجه ليها علاقه بالباك اند او الكواليتي والتستنج او ديف اوبس او حاجه، وحابب ان هو ينظم او يعني حابب ان هو ياخد يعني يبقى عنده يعني اساعده بحاجه في التنظيم، فممكن تريتش مي اوت على تويتر او على فيسبوك او على اي حاجه. فاحنا ما عندناش مشكله في ده، بس محتاجين حد بس ايه يقدر يساعدنا نبنتريت الماركت ده. احنا فيسبوك اول من 3 ايام بالظبط لسه حاجه جديده عاملينها للديفلوبر سيركل. انت ممكن تدخل على يوديمي وتاخد يوداستي انا اسف، وتاخد كورس معمول فور فري، التايتل بتاعه موبايل ديزاين اند يوزابيليتي، ده بروفايدد باي فيسبوك. محتاج بس كل اللي انت تعمله انت تدخل على اللينك ده البرزنتيشن، لو عشان ما حدش لحق ينقل اللينك هيبقى موجوده في الاخر، وظف هنزلها يعني. فانت ممكن تدخل على اللينك فيها مباشره، وهنحط اللينك برضو على الجروب. بيوم برضو 28 نوفمبر ان شاء الله هيبقى في اول ورك شوب معمول من فيسبوك، هيجي انجينيرز من فيسبوك هيتكلموا على ديفرنت توبكس. ده حاجه لسه wasn't announced قبل النهارده، فهي ده خبر اكسكلوسيف ليكم يعني. هتبقى بانفيتيشنز بس، والعدد فيها ليميتد قوي، فلو حب يعني ممكن تدخل على الاي ار ال ده، وحد لو حابب ان هو ابلاي يعني هيبقى في فلتريشن بقى، وان شاء الله ايه اكبر عدد من الناس يقدر يحضر. طيب انا هتكلم على اللاي اوتس والانترناشوناليزيشن بشكل يعني هديفاين احنا بنشتغل ازاي الوقت الحالي، وايه الميثودز اللي موجوده عندنا، وازاي انهانس الورك فلو اللي موجود ده. درس بسيط كده يعني، هو اللي حصل في يعني الدايركشن في الويب يعني بدا يعني دخل من حوالي مع دخول HTML 4 في تاريخ بالظبط سنه 97، يعني حوالي من 20 سنه، ديسمبر 97 يعني بالظبط، فاضل له شهر ويبقى من 20 سنه. وكانت اول حاجه كانوا يعني الانتروديوسد اتريبيوت جديد اللي هو اسمه دايركشن، وكان بياخد فاليو من اثنين اللي هي يا اما RTL اللي هي رايت تو ليفت، او LTR. LTR كان هو الديفولت، وكان دايما بيشجعوا الناس ان هي وانت بتستخدم الدايركشن استخدم معاها كمان اللانجوج اتريبيوت. حتى لو انت عندك ديفولت يعني لو انت الديفولت لانجوج بتاعتك هي الانجليش يعني، لان ده بيساعد في الاس اي او، وبيساعد السبيتش سينثسايزرز، وبيساعد الجرامر ميستيكس والسبيل تشيكرز والجرامر تشيكرز، بيسهل على اليوزر يعني. بعد كده بفتره وقتها على طول يعني ال W3C في نفس الريكومنديشن ديت قالت ان يا جماعه الحاجه الوحيده اللي هي بتكنترول الدايركشن كانت هي الدايركشن اتريبيوت، غير مسموح لليوزر ايجنت المقصود بيه اللي هو البراوزر ان هو يعتمد على اللانجوج في ان هو يحدد الدايركشن. فانت ايفن حتى لو الدوكيمنت بتاعتك قايل ان فيها اللانجوج ان هي عربي، دونت اكسبكت ان الدايركشن بتاع التكست هيبقى ايه عربي من اليمين للشمال. لا، مع دخول HTML5 ظهر لينا فاليو جديده للاتريبيوت، فاليو ليس نون شويه اللي هي اوتو. اوتو دي ما كانتش موجوده لغايه تقريبا سنه 2009، واوتو دي بتعمل حاجه غريبه جدا يعني. هي يعني بتستخدم كومبلكس الجوريزم ان هو يشوف الدايركشن بتاع التكست او الكونتنت اللي موجوده جوه الاليمنت، وبناء عليه يحدد الايه الدايركشن بتاعه. هو في حقيقه الامر ولا هو كان كومبلكس ولا حاجه، هو بيروح يشوف اول كاركتر، فلو اول كاركتر مكتوب بالعربي بتلاقي التكست ايه اتظبط اوتوماتيك يعني راح من اليمين للشمال. لو اول كاركتر حاجه لاتين كاركتر او من اللغات اللي هي بتتكتب من ليفت تو رايت اوتوماتيك بيظبط الشكل ده. فعندنا مثلا اكزامبل ادي في الاتش تي ام ال، انا مديفاين الدايركشن اوتو وبناء على اول حرف في الجمله
حتى هتلاقي مثلا ممكن تلاقي ناس كتير قوي هي شغاله اسف هي بتكتب على فيسبوك يقول لك بس اكتب اول كلمه بالعربي لو انت هتكتب عربي وانجليش عشان الدايركشن يظبط تمام. بس سربرايزنجلي فيسبوك ما بيستخدم كده هو ايفن حتى يعني ده ان هو الموضوع يعني فظيع الالجوريزم كومبلكس جدا بدون اي سخريه من هذا الشخص اللي هو يعني حقيقي هو سوشيال انجينير فيسبوك اكشلي او ايفن حتى ال W3C بتطلب من الناس ان هي ايه تعتمد بشكل اساسي على ال سيرفر سايد تكنولوجيز ان هي ايه تديتكت اللانجوج بشكل مظبوط يعني. بس لو انت ما عندكش اللوجري ديت مثلا لو انت بتستخدم حاجه زي فيها سيكشن بتاع كومنتس وانت مش عارف اليوزر الانبوت بتاعه هيبقى عامل ازاي ممكن تستخدم دايركشن اوتو عشان هو يظبط لك الكونتنت اتجاهها بشكل اوتوماتيك. السبورت بتاع دايركشن اوتو هو حلو جدا بس للاسف يعني ايه زي ما احنا عارفين هو طالما حلو يبقى ايه مش شغال على ايه انترنت اكسبلور حتى يومنا هذا ايفن حتى الى ايدج. كان زمان كان مجرد ان انت تحط الدايركشن اتريبيوت ده كان كافي ان هو يغير لك يعني اللي اوت بشكل كبير لان احنا عارفين مثلا احنا كنا زمان بنستخدم التيبلز والتيبلز ما بتتطلبش منك اي اهتمام غير ان انت تحط لها الدايركشن الصح. فلو قلت له ان هو ار تي ال كان بيظبط كل حاجه اوتوماتيك والتكست الاينمنت بيظبط كل حاجه بتبقى شغاله تمام. مع الوقت احنا بقينا بنستخدم فاليوز اكتر دخل عندنا فلوتس من ساعه يعني مع سي اس اس 2 وبدات اللاي اوتس الناس تستخدمها بشكل كبير بعيدا عن التيبل. فبقى في بقى ان انت عايز تعمل لاي اوت مثلا معموله بالعربي فانت بتضطر تعكس كل حاجه انت كنت عاملها بالانجليزي هو بالظبط اكنه ميرور ايمج. من 3 سنين تقريبا كنت كتبت ارتكل عن الار تي ال وكان يعني حصل له تراكشن لطيف جدا ناس من فيسبوك سالتني طب انت ايه رايك في الار تي ال بالعربي وخدت انفيتيشن ان انا اجرب لينكدين بالعربي ار تي ال. وفي الارتكل ده لسه موجود يعني انا شرحت مجموعه من الميثودز اللي هي انت ممكن تستخدمها علشان تطلع الار تي ال. يعني احد الفيرجنز او احد الطرق اللي الناس بتستخدمها ان هو بيستخدم مثلا تاسك من تاسكس اللي هي بتعدي على الفايل بتاعك وتطلع لك كل الفاليوز اللي هي مفروض ان هي تتعكس اوتوماتيك ان هي تظبطها لك وتعكسها وفي منها موجوده منها كذا فيرجن حاجات لجرانت وحاجات لجلب. الطريقه دي بس مشكلتها ان هي بتخلي لك الفايل هو انت عندك فايلين قد بعض فانت يا اما في العربي تلود ده يا اما في الانجليزي تلود ده وانت في الاخر انت مش محتاج ان انت يعني يبقى عندك فايلين لان هو في حاجات كتيره قوي معظم اللاي اوت او معظم الثيم بتاع الويب سايت ما بيبقاش بس دايركشن بيبقى في حاجات تانية ليها علاقه بالفونت وليها علاقه بالالوان الكلام ده انت مش بتحتاج تعمل معاه اي حاجه الا قليل قوي. يعني الطريقه التانية ان انت كليكر بيسكيب انا اسف ان انت بس بتكستراكت مانيوالي الحاجات اللي انت بتعملها لللاي اوت زي اللي فيها دايركشن او تكست الاين او اي حاجه من الحاجات اللي المفروض تتعكس وبتطلعها في فايل تاني وبتلود الفايل ده لما تيجي تستخدم الويب سايت باللغه اللي هي الار تي ال غالبا العربي او ان انت تكومباين الاثنين مع بعض وبتعتمد في ساعتها على حاجه يا اما مثلا تعتمد على الدايركشن اتريبيوت اللي انت بتحطه على الاتش تي ام ال تاج او بتخلي الباك اند يحط لك كلاس مثلا عشان تعرف ان الويب سايت ده موجود ساعتها بالعربي وتبدأ تعمل اوفررايد بتاعتك بشكل لذيذ. ايفن حتى مع دخول حاجه زي ساس في الورك فلو بتاعنا بدانا ان احنا نكتب الاوفررايد دي في نفس الفايل في نفس المكان بشكل سريع قدام عيني وانا بكتب ان ده هخلي الدايركشن بتاعها مثلا ليفت يبقى انا في نفس الوقت اكتب اللي هي الموديفاير بيرنت سيلكتور اللي هي الامبرسنت اللي مكتوبه في الاخر بعد الدايركشن وهو اوتوماتيك بيكومبايل للتو فيرجنز مع بعض وده بيخليني ما بخلصش ده بعد كده ارجع اشتغل على العربي لا انا من الاول وانا شغال بعمل اثنين بس ستيل انا في عندي ايفورت بعمله ان انا ايه محتاج ان انا اشتغل عليه يعني. للاسف هي دي الطريقه الوحيده اللي كانت موجوده يعني وكلنا كنا معظم الناس كانت شغاله بيها يعني الى ان في حاجات بقى مفروض ان هي جديده هنحاول نكسبلور كده ونتكلم عنها وانا اتمنى ان انا اشوفها ان براكتس يعني. هنتكلم عن حاجه اسمها الدايركشن اتريبيوت يمكن احمد مسعود اتكلم عنها بشكل بسيط في الاول. دايركشن مش اتريبيوت انا اسف هي سودو كلاس سيلكتور دي انا اقدر ان انا ايفالويت الكمبيوتد فاليو بتاعه الدايركشن بالنسبه للاليمنت يعني ايفن حتى لو انا عندي اليمنت الاليمنت ده مفترض ان هو مش محطوط عليه دايركشن اتريبيوت خالص لا هو بينهرت مثلا من البيرنت بتاعه ان هو مثلا معمول له ار تي ال فاوتوماتيك لما انا احاول اسلكته باستخدام الدايركشن اتريبيوت وباصي ليها الفاليو اللي هي ار تي ال زي في الاكزامبل ده اقدر ابلاي الكلاس ده. مش بس كده انا ايفن حتى لو مش بانهرت من بيرنت انا لو انا اقدر ان انا مثلا زي ما كنا بنقول دايركشن اوتو
الاوتو دي بتيفالويت حسب الكونتنت عامله ازاي. فلو هو لقى ان اوتو دي الفاليو بتاعتها ان هو بقت ار تي ال الكمبيوتد في الاخر ان هو عمل له ريندرنج من خلال ار تي ال, فاقدر ان انا سيلكت الايه الاليمنت ده, فاقدر ان انا اكنترول مثلا الفونت. ممكن حد يقول طب ما انا ممكن مثلا بين اللغات مش فارقه الفونت, انا ممكن احط فونت ستاك وهو هيفول باك. بس انت في حاجات ما بتقدرش تاخد عليها كنترول قوي, زي مثلا الفونت اللي انت بتستخدمه في العربي اصغر اكبر مثلا, عايز تكبره عن الفيرجن بالانجليزي, فانت بتاخد كنترول اكتر, تقدر تابلاي ستايلز اكتر موجوده بدل الحاجات اللي انت ايه مش قادر تعملها من غير ما يبقى معاك اتريبيوت. طيب الفرق ما بين الاثنين ان واحده فيهم تتطلب وجود اتريبيوت على يا اما بيرنت اليمنت يا اما على الاليمنت نفسه, لكن الثانيه دي بتتعامل دايركتلي مع الكمبيوتد فاليو. الكمبيوتد فاليو دي انت مالكش عليها كنترول, هي او يعني هي فليكسبل جدا حسب بقى البيرنت بتاعها عامل ازاي. بعدين انت ممكن يحصل مشكله في الكاسكيد ان مثلا البيرنت بتاعك اللي هو الاتش تي ام ال او الروت بتاعك اللي هو الاتش تي ام ال عليه دايركشن ليفت تو رايت, لكن عندك اليمنت جوه معمول عليه دايركشن رايت تو ليفت, فلو ده هينهرت من الاثنين يعني ساعتها هتبقى انت على حسب انت كاتب ده قبل ده, الترتيب بتاع السيلكتورز بتاعتك هي اللي هتفرق في القصه دي. طيب ماشي اوكي هو بيسكيب انا اسف. الحلو للاسف ما يكملش الدايركشن اتريبيوت دي لسه مش سبورتد بشكل كبير, هي مش موجوده بشكل فعال غير في فايرفوكس لغايه دلوقتي. بس ايفن حتى لو هي كانت موجوده وشغاله انا ستيل اي هاف تو فليب الفاليوز كلها, يعني زي ما بقول لو انا هعمل فلوتس هغير الدايركشنز بتاعته, ولو عندي تكست الاينمنت هضطر ان انا اغير الكلام ده. ويجي هنا السحر, حاجه جديده موجوده في السي اس اس اسمها الكمبيوتد بروبرتيز والكمبيوتد فاليوز. دي مجموعه من البروبرتيز والفاليوز اللي هي بتعتمد بشكل كبير جدا على اللوجيك, بدل ما انت بتتكلم في اكسبليسيت فاليوز, بدل ما بتقول رايت وليفت, لا انت بتدي كي ووردز معينه والكي ووردز دي بتبقى ترانسليتد للاكوردنج للناتشرال دايركشن بتاع الاليمنت او اللانجوج. انا هتكلم فيهم عن يعني في جزئين, الثالثه مهمه شويه بس انا مش هتكلم عنها لان للاسف مفيش ليها بوليفيلز وما ينفعش نستخدمها حتى الان. فانا هستخدم منهم على هتكلم فيها على حاجتين اللي هي الفلو ريلاتيف فاليوز, والثانيه اللي هي فلو ريلاتيف بوكس ميدل بوكس موديل بروبرتيز. الفلو ليفل فاليوز الفلو ريلاتيف فاليوز انا اسف هي مينلي بتأفكت حاجتين اللي هم الفلوت انا اسف والتكست الاين. وهي انت بدل ما بتقول ان انا عايز مثلا ان انا تكست الاين رايت او تكست الاين ليفت, لا انا بقول له تكست الاين ستارت وتكست الاين اند, واكوردنج للدايركشن اصلا بتاع الدوكيمنت دي عامل ازاي هو بيبدا يبقى فاهم ان هو اوكي انا بالنسبه لي رايت ده يبقى في العربي اسف ستارت ده في العربي يبقى من اليمين وفي الانجليزي يبقى منين من الشمال. بالنسبه للفلوتس هو بيعملوها يعني مش ستارت واند, لا عندنا ان لاين ستارت وان لاين اند, وهنشوف الفرق ما بين الاثنين قدام شويه. ف ده باختصار لاول جروب, وهي يعني هي لوجيكال فاليوز بسيطه جدا مفيش عليها اي مشاكل, يعني مجرد انت بتبدا تستخدمها بتبقى شغاله. الاعقد منها شويه اللي هي الفلو ريلاتيف بوكس موديل بروبرتيز, ودي بتأفكت الحاجات اللي هي انت هتضطر تغير في اسم البروبرتي مش الفاليو, زي المارجنز والبادنج والبوردرز والحاجات اللي ليها اوفست زي توب ورايت وليفت وبوتوم. هنا الدنيا بتبدا تختلف شويه, بنلاقي عندنا مسميات تانية بنحط حاجه من السفكسز دي على الحاجات اللي موجوده, حاجه زي بلوك ستارت او بلوك اند او ان لاين ستارت او ان لاين اند, وهنشوف الفرق ما بين كل واحده فيهم والتانية. فانت مثلا لو انت عندك اليمنت معين وقلت له انا عايز الان لاين ستارت بتاعي مارجن ان لاين ستارت وان لاين اند بلوك ستارت بلوك اند, اوتوماتيك مش بيحصل ترانسبيليشن ده, لا انا بقول ان هو اوتوماتيك هيفهم بقى لو الدوكيمنت دي موجوده ار تي ال تي ار, فهيفهم مثلا ان ان لاين ستارت ده اللي هو البدايه بتاعته اللي هي الايه ال10 بيكسل اللي هي اول فاليو, والان لاين اند هتتحول اكن هي بالظبط الرايت فاليو, بلوك ستارت وبلوك اند اللي هي التوب والبوتوم. فاحنا عندنا ان لاين ستارت او الان لاين اللي هي احنا بنتكلم على الهوريزونتال اكسس بشكل مش دقيق, بس هنتكلم لسه يعني ايه يعني هنريفيزيت الكلام ده بس عشان يبقى الموضوع سهل بالنسبه لنا دلوقتي. احنا عندنا ان لاين ستارت وان لاين اند و بلوك ستارت وبلوك اند. بلوك احنا بنتكلم على ليفل فيرتيكال, والان لاين بنتكلم على ليفل ايه هوريزونتال. فالار تي ال اوتوماتيك هو هيفهم وهيعكس الاثنين فاليوز, وهيبقى عندك مفيش مشكله انت كتبت الكود مره واحده وبقى ايفالويتد هنا وبقى ايفالويتد هنا بنفس الشكل. طيب بالنسبه للشورت هاند فيرجن, انا كل مره مثلا عايز اكتب دايركشن مثلا بتاع مارجن هكتبه بالشكل ده, لا بالنسبه للشورت هاند فيرجن احنا عندنا يعني كي وورد بنستخدمها اسمها لوجيكال
اول ما تديله ان ان مارجن واقول له لوجيكال فهو هيبدا يكمبيوت الفاليوز بشكل مختلف. فاحنا عارفين مثلا ان هي كلها احنا بندي شورت هاند فيرجن بنديله ايه بالكلوك وايز يعني كانه ماشي مع الساعه التوب رايت بوتوم ليفت. لو اديته الكي وورد بتاعه لوجيكال سربرايزنجلي العربي بيفضل مكمل بنفس الطريقه, لكن الانجليزي هو اللي بتعكس بيبقى ليفت ورايت هو اللي بتعكس بيبقى ايه شغال كاونتر كلوك وايز. طيب احنا اتكلمنا عن المارجن هو اللي بيتابلاي على المارجن بيتابلاي على البادنج. بالنسبه للبوردر نفس الكلام, فانت مثلا ممكن بدل ما تقول مثلا بوردر رايت وتدي له الفاليوز بتاعته وبتقول له بوردر حسب بقى رايت ده بيتيفالويت فين بالنسبه للدوكيمنت بتاعتك. لو الدوكيمنت بتاعتك اصلا بالعربي وانت او ار تي ال وانت عايز البوردر ده يبقى في اول البلوك يبقى بوردر ان لاين ستارت, اوتوماتيك في الانجليزي هتتقلب تبقى فين في الشمال. طيب بالنسبه للفاليوز اللي هي اللي بتستخدم على البوزيشننج اللي هي التوب والليفت والبوتوم والرايت, ما بينفعش ان احنا نقول يعني مش هتقول مثلا ان لاين رايت وان لاين او يعني او ان لاين ليفت, هيبقى الموضوع مختلف شويه. دخلت لنا كي وورد جديده اسمها الانست, وانت بتقول له بقى نفس بتحط نفس السفكسز فانست ان لاين ستارت اللي هي مقصود بيها هتبقى بقى هوريزونتال ليفل, وانست بلوك ستارت او اند عشان على ليفل الفيرتيكال فاليو زي التوب والبوتوم, واوتوماتيك هو هيتفهم بهذا الشكل. طيب ويب كيت بيستخدم فيرجنز يعني مختلفه شويه. الكي ووردز بدل ما هو ان لاين ستارت وان لاين اند بيستخدم ستارت واند, وبدل ما بيستخدم بلوك ستارت وبلوك اند بيستخدم بيفور وافتر. بس الحقيقه ده مش ده الريكومنديشنز او مش دي الكي ووردز اللي معمولها ببلشنج في الدرافت بتاعت ال W3C. هي لغايه دلوقتي هي مجرد لسه درافت يعني ما وبدات تعمل لها وايد ادوبشن, لكن لسه ما دخلتش بشكل كبير ان هي تبقى او يعني لسه it isn't finalized yet. فممكن في الاخر خالص نلاقي الاسماء اتغيرت لهذا الشكل. طيب اوكي انت ما عندكش مشكله لو انت هتبدا تستخدم دول الاوتو بريفيكسر ممكن يظبط لك الكلام ده كله ويحط لك الاسماء زي ما انت عايز, ما حدش يزعل ميم استخدامه غلط بس يعني هو كان شكله حلو. طيب السبورت بتاع اللوجيكال بروبرتيز هو وايدلي ادوبتد بشكل كبير, مشكلته بس ان هو مش سبورتد بشكل كبير, مش موجود اصلا في انترنت اكسبلورر. فلو انت بتارجت انترنت اكسبلورر محتاج نعمل شويه حاجات كده لطيفه. طيب او يعني قبل ما نبدا نعمل الكلام ده يا ريت اللي حابب ان هو انترستد دلوقتي مايكروسوفت بتغير الاتجاهات تماما والناس بتلسن للكوميونتي وبتلسن للفيدباك. فدي الدوكيمنت المفروض فيه يو ار ال ان هم الفيتشرز اللي بيعملوها امبلمنتيشن بيزد على اليوزر فوتس. وسربرايزنجلي عشان احنا للاسف اللي هنبقى بالنسبه لنا حاجه زي كده مهمه, احنا طبعا مش بنفوت على الكلام ده عشان احنا طبعا ايه مش واخدين بالنا منه خالص. فلو تقدر ان انت تقدر تخش على اليو ار ال الموجوده وتعمل فوت ان انت عايز يعني تعلي عدد الفوتس اللي هتدخل للبروبرتي دي, هتساعد بشكل كبير ان هي يتعمل لها امبلمنتيشن بشكل اسرع من الشكل الحالي. طيب احنا بنقول رايت وليفت, طب توب وبوتوم اخبارهم ايه؟ يعني احنا لازمتنا ايه في التوب وبوتوم؟ طيب احنا بنتكلم على التوب والبوتوم لان في حاجه اسمها السي اس اس رايتنج مودز, ودي حاجه ثالثه بقى لسه هنتكلم عنها. يعني مش كل اللغات بتتكتب من اليمين للشمال او من الشمال لليمين زي العربي او اللغات اللاتيني. مجموعه الصور اللي انا هبرزنتها دلوقتي دي معظمها متاخد من ارتكل اسمه سي اس اس رايتنج مودز معمول ببلشنج في ويب سايت اسمه 24 ways to impress your friends باي اوثر اسمها جين سيمونز. فانا اخذت الصور دي بعد الاستئذان. ان انت عندك احنا عندنا مثلا اللاتين سيستم, انت بيبقى عندك التكست بيفلو من الشمال لليمين وبيمشي بلوك ليفل بالطول, نفس الكلام بالعربي بس مع اختلاف الهوريزونتال دايركشن. عندك لغات تانية زي الصيني والياباني والكوري الكتابه فيها بتبقى بشكل مختلف, انت اصلا يعني البلوك بيمشي بالعرض والكلام مكتوب بالطول. يعني ممكن عمرو درازي يبقى يكلمنا عن كده عن حاجه زي كده ان هو اشتغل مع كلاينت كوري فهو ممكن يحكي لنا عن الاكسبيرينس دي فما يجي لو عنده وقت. يعني فانت باستخدام حاجه اسمها سي اس اس رايتنج مودز انت ممكن تديفاين الدايركشن بتاع الحاجه بيتكتب ازاي. زي مثلا اكزامبل اللي موجود اللي هو رايز تو سكسس ده, هو هتلاقي فوق مكتوب حاجه اسمها رايتنج مود فيرتيكال ار ال رايت تو ليفت. فده معناه ان انا بقول له اكتب لي فيرتيكال وابدا لي من اليمين للشمال, يعني مش الكلام يمشي كده ما يمشيش بالعكس. سربرايزنجلي السي اس اس رايتنج مودز دي, طيب قبل ما نتكلم عن السبورت بتاعها احنا لو بصينا على بلوك زي ده للاسف في انيميشن بس مش ظاهره. البلوك ده انت لو بصيت عليه هتلاقي الانلاين يعني زي ما كنا بنقول انلاين احنا بنتكلم عليها بشكل هوريزونتال, ادي الرايت وادي الليفت. بعد كده البلوك قلنا ان هي ستارت واند اللي هي توب والبوتوم. طيب مع الرايتنج مودز بقى مش انت ممكن تكتب فيرتيكال؟ طيب لو كتبنا فيرتيكال هتبقى الدنيا عامله ازاي؟ اوكي فين بقى التوب والبوتوم بتاعك والرايت والليفت؟ فانت عايز تاخد كنترول على الحاجه اللي قبل البلوك بتاعك, يعني بقى بدل ما فوق كان موجود فوق بقى موجود فين؟ على اليمين.
ممكن الكلام ده يتعكس لو الكتابة مكتوبة مثلا vertical left to right هتلاقي الفوق اختلف. طيب أنا لما فهمت اللقطة دي يعني بصراحة أنا عملت كده نفس هذا يعني جالي نفس هذا الإيحاء بتاع هذا الرجل يعني أنا كنتش مصدق إن ده حصل يعني. Surprisingly support بتاع CSS writing mode هو رائع وموجود في كل حاجة even حتى لغاية IE6 الفيتشر دي موجودة في IE6 لغاية النهاردة. طيب الكلام ده كله لذيذ وحلو بس ازاي انا ممكن بقى استخدم الكلام ده في الشغل بتاعي؟ انا حاسس ان احنا بنتكلم في حاجات بنقول عليها السبورت بتاعها موجود او مش موجود. لا مش سبورتد في اي اي. طب انا ازاي النهارده انا بسبورت اي اي لغايه دلوقتي ازاي ان انا اقدر اعمل الكلام ده واقدر اشغله؟ اوكي اول حاجه يعني انا خدت بالي من البروبرتيز دي امتى؟ كنت ببص كده في الديف تولز بتاعه كروم وبعدين خدت بالي ان في الفاليوز دي يعني كروم بيحطها على على الاليمنتس. انا كنت مش فاهم هو ازاي بييفالويت مثلا العربي فيخلي مثلا في البولتس بتبقى موجوده في اليمين او البادنج بتاع البولتس بيبقى موجود على اليمين وفي الانجليزي العكس. فلقيت في اليوزر ايجنت ستايل ان هو بيستخدم اللي هي الفورمات اللي هي لوجيكال بروبرتيز اللي انا كنت لسه بقى ايه بنتكلم عنها يعني. ف كنت بستخدم حد هنا استخدم بوست سي اس اس في برودكشن؟ طيب بوست سي اس اس لمن لا يعرف هو شبيه يعني مش هنقول شبيه بساس بس هو شبيه ببابل بتاع جافا سكريبت اللي هو بيخليك تستخدم الفيتشرز اللي موجوده في المستقبل تقدر تعمل لها امبلمنتيشن وتحطها. الفكره ان انت في حاجه زي ساس او لس او ستايلس او اي حاجه دي انت منتظر ان الكوميتي او الناس اللي بتمنتين هذا الشيء ان هي تعمله لك وتحطه لك في 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 يعني في الفيتشرز بتاعه اللانجوج دي. ولو انت عايز تفورك الكلام ده او تعدل فيه فانت عشان ساس محتاج تبقى عارف سي بلس بلس عشان لو تستخدم لبساس او روبي. بوست سي اس اس هو فلسفه مختلفه تماما هو مجرد ان هو بيعمل بلاتفورم وبيخليك تاكستند عليه وتحط فيه الفيتشرز اللي انت عايزها. فانا اول ما يعني كان بقالي 3 ايام بالظبط بستخدم بوست سي اس اس وبعد كده بصيت لقيت دي قلت طب ما انا ممكن اعمل بلجن للكلام ده اخليه يشتغل. وفعلا خدتني الحماسه ورحت مشمر ونطيت في الكود وعملت حاجه هبله جدا ان هو انا لما اديله انلاين ستارت وانلاين اند اوتوماتيك هو ايه ياخد الكلام ده ويحطه على حسب اللانجوج بتاعت الدوكيمنت بتاعتي ايه ويترانسليت اذا كان ده ستارت او اند. للاسف الشديد انا يعني الناس بتاعت بوست سي اس اس كانت يعني محترمين قوي فعملوا لي انفيتيشن ان انا لا ان انا ابعت بول ريكويست عشان يبقى يتحط في في في, في الحاجات اللي هي يعني الفيتشرز اللي موجوده وفعلا اتحط. بس انا للاسف الانشغال والضيق كم النولج هو بيتطلب ان انت تكون يعني تعرف جافا سكريبت كويس قوي وبتشتغل على نود. انا كان بالنسبه لي كان نود لسه عالم جديد باكسبلور فيه الى حد ما ما كانش يعني عملت الحاجات البسيطه اللي انا قادر اعملها وما كنتش قادر اد سبورت الحاجات اتقل من كده وانشغال الشغل طبعا. جالي ايميل من يعني بول ريكويست مش بول ريكويست يعني كوميونيكيشن ريكويست من جوناثان نيل. اللي ما يعرفش جوناثان نيل هو شخص يعني بيشتغل على نورمالايز يعني مجموعه حاجات كتيره جدا يعني. وللاسف انا ما شفتش الايميل ده الا بعد 30 يوم مثلا او يعني المسج بتاعت النوتيفيكيشن بتاعت جيت هاب طلب مني ان انا اجوين معاه ان احنا نكولابوريت مع بعض ونشتغل على ده. فانا اول ما شفته كان هو خد البلجن وغير فيه كل حاجه وعمل ايه فيرجن كامل متكامل فيه كل البروبرتيز اللي احنا ممكن نستخدمها دي. يعني انت ممكن لو تستخدم بوست سي اس اس وتروح تضيف البلجن ده معاك ببساطه جدا كل البروبرتيز والفاليوز اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي ممكن تدخلها في الورك فلو بتاعك وتبقى بتعمل الاثنين لاي اوتس في نفس الوقت. يعني بتكتب مثلا انت عايز المارجن على الستارت في انلاين ستارت مثلا اكس وهو بييفالويت ويطلع فيرجن للار تي ال ويطلع فيرجن ثاني للال تي ار بسنجل كود بيز من غير ما تقدر من غير ما تقعد تعمل انت الكلام ده بايدك. البوست سي اس اس بيشتغل على اي حاجه يعني انت ممكن تشغله مع جرانت مع جلب مع ويب باك الحاجه المناسبه بالنسبه لك يعني. هو بيشتغل على مرحلتين. المرحله الاولانيه ان هو بيطلع الحاجات اللي ما فيش فيها لوجيكال دايركشن وبيكتبها لوحدها وبعد كده بييفالويت بيستخدم الدايركشن سودو كلاس اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه ويطلع الفيرجن الار تي ال والال تي ار. طيب احنا بالنسبه لنا الار تي ال والال تي ار دول او السودو كلاس ديت مش موجوده. يعني اور فريند جوناثان نيل يعني جات اور باك ان هو كتب بوليفيل بتقدر يعني برضه بلجن لبوست تي اس اس يقدر ياخد الكلام ده ويغيره بدل ما هو بسودو كلاس يقدر يعمل الايه الفول باك يعني حاول يسلكت من الروت دوكيمنت. فانت يعني بيبقى مطلوب منك ان انت بس تحط الدايركشن ده يا اما على بيرنت يا اما على الاتش تي ام ال تاج اللي هو انت ناتشرالي بتحطه كده كده.
احنا في الوسط بدانا نستخدمها بقالنا فتره يعني، وانا طلعت بيها اتنين بروجكتس والاثنين طالعين بنفس الوقت. ايفن حتى البروجكتس اللي انا عارف ان هي بتبقى دايركشن واحد، انا خلاص ما عدتش بكتب بالطريقه العاديه، لان انا عارف ان انا ممكن حد يجي لي بكره يقول لي انا عايز اخلي الويب سايت ده نطلع منه فيرجن بالانجليزي. فبقى الموضوع بالنسبه لي ان انا بكتب بنفس يعني بستخدم اللوجيكال بروبرتيز، وزي ما اوكي سوري الاثنين دول معكوسين تماما. في هكذا حاجه مثلا بوردرز فلوتس تكست الاينمنت، يعني بعض الاشياء. وانا بسهوله جدا بكتب الكود مره واحده وبطلع الاثنين لي اوت. طيب انا كده خلصت، شكرا.